السلام عليكم. على ان شاء الله اليوم جبت لكم ان كيك بالفواكه الجافه. كان سبق لينا ودرنا ان كيك مغربي بالملعقه، المقادير تاعو كانت مضبوطه وكان رائع. واليوم راهو رايح يكون مضبوط بالميزان ويكون بالزبده ماشي بالزيت، ولكن النتيجه تاعو يعني صدقوني فقط رائعه، والذوق تاعو بزاف راقي لان المقادير اللي فيه اكيد مميزه. الوغ انايا ناخذ ان باتور ولا ميم ان فوي، ليسونسييل تكون الزبده ديالي بزاف طريه. الزبده لازم تكون بحراره الغرفه وتكون طريه بزاف. عندي منها 200 غرام تاع الزبده، نضيف عليها 150 غرام تاع لو سوكر غلاس، وهذا اللي راهو رايح يعطي له صديق يكون يدوب في الفم، يكون رطب، يكون اوميد، يكون رائع. الوغ نقعد ندربهم حتى وين يبيضوا. بسم الله. فوالا الخليط ديالي بياض كيما يلزم الحال، ونقول لكم بلي هاد العمليه بزاف سهله كي تكون الزبده بحراره الغرفه، يعني صدقوني بان فوي نطلعوها. ودوكا عندي مقدار 4 حبات بيض، اكيد ندخلهم حبه بحبه بالتدريج، ابدا ما نرميهمش دفعه واحده، ولا راهي الوصفه راهي رايحه تكون بزاف صعبه. البيض يروح في جهه والزبده تروح في جهه، ندخل حبيبه بحبيبه حتى نكمل 4 حبات بيض. بسم الله. نبدا الحبه الاولى وانا ندرب. البيض ديالي انسجم لي مع السكر ومع الزبده، ودوكا نضيف عليه مقدار 300 غرام فرينه مع رشه تاع الملح ورشه تاع الفانيليا و16 غرام تاع الخماره دفعه واحده. بسم الله. فوالا الفرينه تاعي تقلت لي الخليط ديالي ولا ثقيل، ودوكا راني رايحه نزيد لها 80 غرام تاع الحليب باش يعاود يولي القوام تاعها معتدل. ندربها. الوصفه تاعي بما اننا قلنا كيك بالفواكه الجافه، نبقى عليا غير نضيف له هاد الفواكه اللي هي عباره عن خليط من الزبيب، الفواكه المعسلة اللي هي البرتقال اللي ما نستغناش عليه أبدا في المطبخ ديالي، نقدر نزيدو لها المشماش المجفف، نزيدو لها شوية تاع الكاوكاو محمص ولا لوز، ولا قعدنا عندنا كشوية تاع الجوز تكوتي كونكاسي، راهو رايح يزيد فيه النص في هاد لو كيك. الوغ نحكم كامل واش عندي، نديرو في ان ريسيبيون، نرمي عليه تاع الفارينة مغرفة كبيرة، نرمدو كامل في هذيك المغرفة، ومن بعد نصفيه أكيد من هذيك الفارينة ونحطو لهنايا في هاد لو كيك ديالي. هذه هي التشكيلة تاع الفواكه الجافة اللي عندي. عندي خليط تاع الزبيب والبرتقال واللوز ومام لي فروي كونفيت، ومن هادوك 300 غرام تاع الفارينة اللي كنت ضفتهم في الكيك، أنا نحيت مغرفة نرميها دوكا هنايا هكدايا، ونرمت فيها كامل هذا الخليط ديالي باش يتقال لي هكذا. فوالا نلبسو كامل. واش نحكي لكم على هذيك الريحه تاع البرتقال وتاع اللوز المحمص اللي هاي تطلع رائعه. ودوكا اكيد نحكم هاد الفواكه نصفيها، نحي لها هذاك ليكسي تاع فوالا، ندير لها هكذا ونصفيها باش كامل تجيني ملبسه، والزائد تاع الفرينه يحبط منها هكذا هكذا، ونرميها دوكا في هاد الخليط تاع لافاغايا كيك هكذا، ونحرك برك بلا ما يتكسر لي حتى حاجه.
خليط رائع، مزيج رهيب من السم، فيه مواد يعني مفيده. نقدروا ما نزيدوا شويه تاع التمر، نحكموا التمر ما يكونش معسل، يكون منه هذا اللي شد روحه، ونقطعوه رقيق رقيق ونضيفوه، ولكم ان تتصوروا يعني القيمه الغذائيه اللي حنمدوها له. الا نجيب لو مولا كيك ديالي اللي ما استغناش عليه اكيد في المطبخ، ونفرغه لداخل، ونشعل الفرن تاعي مقبل يسخن على 180 درجه. نحط لو كيك ديالي في الرفه الوسطانيه على 160 درجه، لازم يطيب بعقيلته، نشمو الريحه مور 30 دقيقه على الاقل، ندخلو ان بيك ونشوفو لا كويسون وين راهي الدور، نطيبوه كيما يلزم الحال، نعطو له وقته، وكي نخرجوه ابدا ما نحوهش ونحطوه فوق لا غري مباشره، وانما نستناو حتى وين يشد روحو، لانه بالزبده، والزبده على بالكم كي تكون سخونه بزاف يقدر يتكسر لكم، اعطوا له وقته بالعقيله باش ديموليوه، ونتلاقاو ان شاء الله في النتيجه النهائيه. تاعي وجدت لي، واش نحكي لكم من ريحه في الدار، راهي معبقه. كيك بالفواكه المعسله والجافه، قيمه غذائيه عاليه، يطلع المناعه تاعكم وتاع وليداتكم. انا خرجته من الكوشه ودرت له من الفوق ان تي سيغو كان عندي تاع البرتقال، واش نحكي لكم، درت له شويه تاع لي زاموند افيلي، ننصحكم به وننصحكم تفرحوا مالين الدار بهذه الوصفه المميزه، وتبارطاجيوها مع كامل حبابكم. بقى عليا غير نقول لكم بقاو على خير.